باب هذا باب من تفسير سورة الأحزاب تفسير سورة الأحزاب ذات هذا سورة الأنعام ذا من تفسير سورة الأنعام. وفي قال حدثنا أبو بريدة حدثنا معاوية بن هشام بن أسفي على النبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن أبيه أن جاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جلال بن نجي إنا لا نكذبك يا جنة صغير يبسي بن نجي لأنك صادق أتلقى دبتا لا ولكن نكذب بما جئت به ولكن نكذب نتنق جبسي بن ملي بما جئت به وانا تلفتين كنا فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله رب النبوس فإنهم كافرتون قريشي لا سنكون سنك جبسي سنصادق يتشوسي بيخني إن أدب دمل ولكن الظالمين بآيات الله ذالين توني غني دو يجادون قران ربي تنكار ملجا ضعيف سنن حديثا ضعيف ضعيف الاسناد سنن حديثا ضعيف غاريدا ابي ساكن انا نانو ديس ناجيتم نكابي جرماس ناجيتم نكاب كنمال جانين دو بالا صديو عن علي سكاتون جي علي مدين سكار جي ووهما غاري دمو غرتنيتي نمو ووهيمايت وغاري من خلطه بالأول خدراتي يعني يجود ابن خفاف تقوق جوفه ومكبول مستور الأدالة ديني سجن ناجية خنان دي في ناجية تملك أبكنا ناجية تملك أبي ساكو مدلسة اختلاط قبول مختلطة سفياني راو ديسي سفيان قبر اختلاطة راو ديسي دردان قبو سنت اختلاطة نبي نجي دوبا قام وفذكر دوبا ندوبة نحو هنا ولا ديسي السابق عبد الرحمن بن مهدي دوبة عبد الرحمن دبته ولم يذكر عبد الرحمن بن مهدي دبني سند قيثتي لفظي عن علي دبني وهذا اسناد ابو داغناته عبد الرحمن قناته اصح واصح من الاسناد الاول سند دراره ضعيف ايضا دخونيس ضعيف ما يتركم قدراته ان الناجي اجرا يقومج بخني بو يمازي النبي صلى الله عليه وسلم هاتاني أهوال أبو هاتاني إيسروا أهاري هاتاني أذاب لغمان بودا خناتو أهوان الأفا دايشو لم غطي خدر هر أو هاتاني إيسروا جي خلو لودا خنا يشو لأي صحيح ناري سيد بخاري تخرج البخاري يو قال حدثنا حسن بن عرفة حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن ابي مريم الغساني الراشد بن سعد بن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم جئت يقوم ابو يا قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انها كائنه أما يجو حقا لغان إنها خسلان توني حالي دبتم تتوني كائنة يجون أرغم تودا جي ولم يأتي تاويلها بعد ولم يأتي دبن بطارين سيد أمدرون دبن غن أرغم داتا جي كنت واللولون كوني إلباسني كوني ضعيف الإسنادي سنني حديثة ضعيف مالي راشد بن سعدي جرائسان ضعيف وفي قال حدثنا علي بن حسين اخبرنا عيسى بن ولفا الى مشهد ابراهيم عن القمه عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم كذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله واينا لا يظلم نفسه نورانا من لبوفين ظلمنا ما اسم جراج عند بكم تانا جاني تركه
قال ليس ذلك إنما هو شرك. ليس ذاك ظلمي صنقيت قصدا صنيمت إنما هو ظلمي ربي دبتي الشرك شركي لاجي. ألم تسمعوا ما قال لقمان بالميت. واللقمان المانجي عندك ينجي جيسي. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شرك ظلم عظيم جيجا صحيح متفق عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. صحيح متفق عليه. وفي قال ربنا مجنون عائشة بن خطاب انت يجل فده فقالت يا أبا عائشة يا أبا عائشة جتكن يا مسروقي ثلاث من تكلم بواحدة منهن وصدين من إسي إنكاره فقد عظم جبيس عند الله رب لا تخجب جبيس من زمان محمد الرّاء ربه فقد عظم الفريّة عن الله. نمني محمد ربي صار كي جيت ما فقد عظم الفريّة خجب جبي سيجت. والله يقول لا تدركوا الأبصار وهو اللطيف الخبير ربنا كن جاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أمي وراء حجاب جاء. وكنت متقيا دوران كي مسروقي جاد لو انك جي سنت هي دو بولين غد دي فقلت نينج يا ام المؤمنين ان جرجريني ام هليني سلطان جي مين ايغي ولا تعدي ان جنت ان جرجرين اليس يقول الله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى ربي هنجو هنجيني ولقد رآه في الفوق المبين ربي هنجو هنجيني قالت انا والله اول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني دلنا من قافتيتي جت آية فانا الرارو ينصني مالي جي قال انما ذاك رجل انما ذاك جبريل انما ذاك المرئي اني اركما تيسوني افقتي قافقاني نزلة اخرى قيسا فرقما تيسوني جبريل جبريل جي ربي ميتي ما رأيته بالسورة التي ملك فيها أني نرغم رأي جبريل كان سورة رتي ومامي قيستي غير هذين المرتين مرة لما أنت نمالين أقر ريجي رأيتهم حبتا من السماء أني نرغم جبريل كان قبون أرك سمير را سادا عدم سادا عدم حالا مغرطني تم مالك ملك مالي أن حالا قوتاتين إذا مخلقتي قد النف سورة إسا ما بين السماء والأرض ورد ديوان جدو سميتي بدكي على خبوتتين ومن زعم أن محمد كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعلم الفريسة واسدي يتقى خدراسني رويا داخل ميسا دا وماس والنزم ميسا دا ومن زعم نمنهما أن محمد كتم شيئا واتقل إيسي والرب موت الراجتون من خنيادو فقد أعظم رب الرد خجب جبه سيجده يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك جي نبي ربنا كان جاء نبيك من دوي ساجد ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعلم الفريق صديسا كن أخنا قامرين صديسا من زعم نمنهمة أنه يعلم نبي نبيك ويا برودف بيخا نمنهمة فقد أعلم الفريق على الله جيت الله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله يا ربيني صحيح متفق عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح صحيح متفق عليه مسروق من الأجد يكون أبا عائشة أبا عائشة أنكن يا قدما وهو مسروق من عبد الرحمن مسروق من عبد الرحمن يبان عبد الرحمن وكذا كان اسمه في الديوان وكذا اسمه كان اسمه مكان ساكفنة ديوانا موغرتي خطب ميغيسة دي عبد الرحمن جيتش وابان عبد الرحمن إن مسروق جيتش وكتب مسروق جيتش وكتب مي وفي قالت لنا محمود بن موسى البصري الجرسي زياد بن عبد الله البكائي حدثنا عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال اتى ناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اذا الناس النبي الدفني ناكل ما نقتل ولا ناكل ما يقتل الله واني في اجيبني كلني عن ناجي ان ورب بن اجي سنياتشو ديفني فانزل الله وقلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين واما قال ربي ردبة قال ادعني ادعى يجو دمو ان كنتم مؤمنين آية ربي قد قوم سيطيوطا يا قولي وين اتعتموهم فإن اتعتموهم انكم لمشركون انك يجو تبوسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 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 وقد
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ابن عباس ايضا، ورواه بعض من اطعم النسائي عن سيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا على مرسلتين وديب امير وابو ابوات من ارسال قديه. وفي قال عبد الله بن الخدير بن صباح البغدادي وكذا محمد بن الخدير عن داود الاوزدي عن داود الاوزدي عن الشعبي عن ارقمت عن عبد الله قال انصره ان ينزو الى السعيبه التي عليها ماطم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرا هذه الايات. من سره من سجالت جيسيس قمت جيس وان ينظر لالون الى الصحيفه قرا صحيفه لالون قيس جالت جيس التي عليها الذي عليها ماذا محمد ماري سيرة موش فرمان نبي خرج جيرون أمني سجالة جيسا فليقرأ هذه الآيات آية وقنت نها قرأوا فعلوا أدن ما حرم ربكم عليكم كم جيتشوت نها قرأوا إلى قولي لعلكم تتقون أنك جيتشوت ضعيف لسنا دي سنة دي سنة ضعيفة مالي غاري دا محمد ابن وانتي غنا كيت جراي سان دايفة اودي غنا دايفة داود الاودي لابو عيسى سعد اسم حسن غريب تصاول شيخات يسان جيتون مديني دايفة داود ابن ابي عبد الرحمن الاودي غاري دا مغرطانيتين غاري دا ابو يزيد الكوفي العرج أم وبيد الله بن إدريس ضعيف الحديث. وفي قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن النبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل أو يأتي بعد آيات ربك. جئت بصر قيس التني. قال طلوع الشمس قال نجي طلوع يا طلوع الشمس أنس ندوم به لجي أغر بيت نجي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حديث حسن بما بعده ما بعد عن حسن يجو غريب الدئيف مليا ست ما بعد عن حسن ابن أبي ليلى جرى محمد ابن أبي ليلى الدئيف أطيان دئيف غاري متنين حسن بما بعده تاتي ورواه بعض ولم يرفعه غريني وديش حديث قنا مرفوع قوني. وفي قال حدثنا عبد بن عبيد حدثنا يعلى بن عبيد عن قتيل بن غضبان عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت به كل ثلاث على من صديق ورقمته لم ينفع نفسا لب فيد ايمان نسيدا لم تكن امنت اجند نفسا سنت امنتين الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب يوم آية النساء جينسون يا الدجال ودجال خروج دجالي في والدابة خروج داباتي وطلوع الشمس من المغرب ومن مغربي هرابه داج صيون دين صي مسلم خني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سعيد وأبو حازم والرجعي الكوفي واسمه سلمان مولى غزة عزة مولى عزة عزة أتقى من تلا أزاج أنينيني توريني هاري. وفي قال حدثنا ابن أبي وحدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وقوله الحق وقولوا لك قولي ربي صادقا نجي إذا هم عبدي بحسنة فاطلبوها له حسنة إذا هم عبدي قبر تقي وقوف لي حسنة لقو وقوف لي اكتبوها له حسناتك كتبها في إرادة أساسا فإن عملها فاكتبوها حسنا في لسنا مو يدلقه فاكتبوها له إساب كتبها جي بعشر حسنات كتبها في وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها يو هم يو قصد مو قرته ما سياد لغو وقوف دمو فلا تكتبوها تن كتبنا جي فإن عملها فاكتبوها بمثلها اتدتشان قولينا لا تقوم بيشات كتبها جي فإن تركها ربما قال لم يعمل بها وإن تركها سيئة اهتمامة إذن أجلين صداته تيبيو ليسه وربما قال لم يعمل بها يدلقوا بات إلي فاكتبوها له إساب كتبها حسنا كاملة كتبها في جه ثم قرأ من جاء بالحسنة ثم قرأ يقصي نبي إني قرأ سدلال أبجيك أني قرأ من جاء بالحسنة فله أشر أمثالي أنت جيكو قرأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح متفق عليه وأبو من سورة الأعراف
بابا.